نعم ازدحام وتشهد نفق الجباحية بالضبط في ولاية البويرة ازدحاما مروريا كبير، وتشير المعطيات الأخيرة إلى عطب أو سبب بسبب عطب شاحنة داخل النفق. إذن حالة ازدحام مروري كبيرة في نفق الجباحية بسبب عطب شاحنة داخل النفق. للمزيد من التفاصيل التحق بي الآن بغداد نصر الدين المكلف بالإعلام الجزائرية للطرق السريعة. أهلا بك سيدي. أهلا بك سيدي وأهلا بكل مشاهدي قناة النهار. نعم بالفعل قد تم تسجيل ازدحام مروري على مستوى نفق الجباحية بولاية بويرة بطريق السيار، وقد أبلغتنا مصالح تسيير النفق عن وقوع عطب لشاحنتين داخل النفق، وأيضا مع تزامنه مع بعض الأشغال جانبية يعني لا تمس في الحقيقة النفق، وقد انتهينا يوم السبت من أشغال تهيئة النفق داخل الجباحية، والآن حسب معلوماتي الآن تعكف مصالح تدخل جزائي طرق سيارة لإزاحة الشاحنات وإعادة السيولة لحركة السير، بالإضافة طبعا أيضا إلى إعادة توزيع الأجهزة التي كانت محل أشغال داخل نفق بويرة سابقا. نعم سي بغداد، يعني حتى ربما في نعم هذه الصور الآن لنفق أو طريق نفق الجباحية، إذن طابور طويل جدا مزدحم و نعم ازدحام مروري كبير. سي بغداد هل نجحت هو هل سجلتم ربما حالات إغماء تفاصيل أخرى هكذا بالنسبة لمستخدمي الطريق السريع وبالضبط ما يحدث الآن في هذه النقطة المرورية؟ في حقيقة الأمر دوريات طريق السيارة لجزائر طرق السيارة دائما متأهبة للتدخل في أي حالة يعني طارئة، بالتعاون أيضا مع مصالح الحماية المدنية، إلا وأنه لحد الآن لم نبلغ من يعني وجود مثل هذه الحالات. هو فقط ازدحام مروري طبعا، وخاصة أن مقطع ولاية بويرة يعرف يعني كثافة مرورية كبيرة جدا، ما يفوق 50,000 مركبة يوميا، يعني أغلبيتها تقريبا 20,000 راهي شاحنات ويعني وزن ثقيل، فبالتالي نحن الآن يعني موجودون الآن مصالحنا على مستوى النفق، ويتم إعادة حالة السير يعني في جد اللحظات القادمة إن شاء الله يعني. نعم سي بغداد أيضا مدام الازدحام هذا مازال متواصل لحد الآن، هل هنالك خطة الآن استعجالية بشكل سريع حتى يتم تسريح الطريق الآن؟ نعم كما ذكرت تعمل مصالح التدخل الجزائري طرق وخاصة المصالح التقنية الآن على إعادة حالة السير، وقد بلغت منذ حين أن العملية تجري يعني بوتيرة جيدة، وسيتم فك هذا الاختناق المروري سريعا إن شاء الله. إن شاء الله. ربما أيضا حسب معلومات أخرى أو على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا موجودة زحمة مرورية واختناق في نفق خراطة، إذا كانت عندكم المعلومة هذه. لا هي في الحقيقة نفق خراطة يعني ما هوش في إطار وتسيير من طرف الجزائر طرق سيارة. نعم جميل، شكرا لك السي بغداد نصر الدين. شكرا لكم. نعم المكلف بالإعلام الجزائرية للطرق السريعة كنت معي، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات بخصوص